شاهين ما بدك تقوم تستلم الراتب تبعها؟ نسيان الهوية بالبيت. سهيل بمناسبة قبضنا للراتب عازمتك على القهوة برا. وسعيد؟ شو سعيد؟ ما بدك تعزميه معنا؟ سعيد مشغول مالك شاهين؟ تروح معنا ولا مشغول سعيد؟ لا مشغول حاتم طي مشغول. شو مشغول ما مشغول؟ لا تزعلني منك سعيد، رئيسة القسم عازمتك، يعني بدك تروح. على راسي رئيسة القسم، بس عندي شغل وما بدي الشغل يتراكم علي. يا سعيد يا سعيد، العمر بيخلص والشغل ما بيخلص، بقى قوم، تعال، تعال تعال، أوف قوم كفاك دلال، يلا قوم، ما كل يوم واحد بتصح له إنه رئيسة القسم تبعه تعزمه. لك خليه اتركه شو خليه قاعد عم يشتغل شو بدك فيه؟ الجايات اكثر من الرايحات بنروح مره ثانيه سعيد مع بعض. لا ما بيصير بده يروح يعني بده يروح بدك تروح سعيد قوم روح معنا. حاضر كرمالك بس يلا السلام عليكم. عليكم السلام. ولك انت وين رايح؟ اهلين استاذ سهيل، علي شويه طقسات، قلت اروق ادفعها من الصبح احسن ما اطلع المساء. جيت والله جابك، الان في افتكار عازمتنا على فنجان قهوه بمحل عام، بقى بتروح معنا تشرب لك فنجان قهوه. بلاها بلاها، خليه يروح يدفع على الاقساط، دوبه يلحق دفع ذنبي انبوع زنبوع ما بقدر استفرد فيه. تفضل تفضل. شو رايك تضل انت هون؟ لانه الاسانسير ما بيسق اكثر من اربعه. ايه ماشي، ننتظرنا شوي. أربعة؟ لك ما نحن كنا أربعة. لك حاجة أبو زهير، هلا بتحرق سقف حلقك. ما أنت حرقتيني كلياتي، ما ظل غير سقف حلقي، بدي أحرقه. بإيش حرقتك؟ بنار حبك، عملتيني بروستد. طيب، عم ندق الباب، روح شوف مين، روح. غليظ وتقيل دم مين ما كان يكون. إيش بدك يعني؟ كأنه عايشين ببرية، ما بدك يجينا ضيوف بنوب؟ ولك إيش غلا؟ بس مو بشهر العسل. يمكن جاي حدا يبارك لنا، روح افتح روح. إلهي يا رب يكون مخربت بالعنوان يا رب. مرحبا. أهلين. حضرتك أبو زهير أدهم النايحة؟ إيه نعم، إذا بدك تفضل. يكتر خيرك مستعجل، جاي أحكي معك بموضوع. موضوع شو؟ بخصوص أخوك سعيد، يعني أنت أخوه الكبير وبتقدر تحل الموضوع. خير خير، شو بو سعيد؟ سعيد أخوك كان يشتغل عندي على السيارة وضربها، أكيد حضرتك بتعرف القصة. إيه بعرفها بعرفها، شو في كمان؟ صار له فترة منحوشة عند المصلح ومصالحي متضررة، وأخوك سعيد ما بيعرف يدبر مصاري. ما إلك غير منصور، منصور هو اللي بيمون عليه. مين منصور؟ أخي الثاني، هداك في احتمال يدفع لك، أنا نقلة ما معي. يكتر خيرك، معيتك لكان أعطينا عنوان منصور. العنوان ما بيضيع. بحارة النجارين، اسأل وين منصور النايحة بدلوك. يلا الله معك، تيسر، مع السلامة، روح. آخ منه آخ. مين أبو زهير؟ سعيد ومشاكله ببلينا بكل بلوة والعياذ بالله. يعني ندق الباب، روح شوف مين، روح. ما بدي شوف، ينفرق. وينك؟ بنعمل حالنا مو هون. ما بيصير أبو زهير، بدك العالم تحكي علينا، روح افتح. يفتحوا قبره. وانت إلهي تطلعي على قبري. يبعد الشر ابن عمي. مرحبا. أهلين. حضرتك أبو زهير؟ إيه نعم، إذا بدك تفضل. لا معلش مستعجل. خير، شو في؟ أنا عندي مشكلة مع أخوك سعيد. وقالوا لي ما بيحل لك المشكله غير ابو زهير. ما لك غير منصور، بوشك على حاره النجارين. مين منصور؟ اخي، ما حدا بيطلع بيده يحل الموضوع غيره، وكلمته عن سعيد ما بصير تنتين. يلا على حاره النجارين، بتسال وين منصور بدلوك عليه. الله معك. يقطع عمره يقطع عمره. مين ابن عمي؟ اخي سعيد راح يجلطني بمشاكله. اوعك تعملها قبل ما تشوفه. لمين؟ لابنك، ليك عم يلبيت. صار يلبي؟ يعني لك وشي شوي. ما حلو ما حلو. لا حلو، مو ابنك، انتو سلالة بيت النايحة، بتلبط على بكير بس انت محروقة. روح افتح روح. يلا يفتحوا له باب جهنم. جاي. مرحبا. مرحبتين.
ما إلك غير أخي منصور بتلاقيه بحارة النجارين. لك حبيبي ما بدك تعرف الأول ليش جاي؟ بعرف بدك واحد يحل لك مشكلتك مع سعيد، ما هي؟ مزبوط والله. خلاص بوشك على حارة النجارين، الله معك، انتهت المقابلة. شيخ شو الخيلة هاي؟ تفضل. مرحبا استاذ عاصي. اهلين اهلين وسهلين. نحن من الرقابه والتفتيش، اظن معكم علم، ما هيك؟ طبعا طبعا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شرفوا شرفوا، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. يا ميت اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا استاذ. اهلين وسهلين. اهلا. آسي سميرة؟ آسي سميرة؟ لا تعذب حالك استاذ، ما في حدا برا. نسيت بعت توزع شوية أوراق على الأقساط، هلا بترجع. شو بتحب تشربوا؟ ما في داعي، خلينا نطلع جولتنا مشان ما نتأخر. لا ما بنخطي خطوة من هون قبل ما تشربوا شيء. يا عميد أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. نشرب قهوة. قهوة. تليفون معطل. انا بنزل بجيب لكم قهوه. كيف قهوتكم؟ ما في داعي، بنعمل جولتنا ونحن ماشيين بتوصي على القهوه. كمان هيك بصير. من وين بتحبوا نبلش؟ بنمشي مكتب مكتب، واللي بيطلع قدامنا بنفوت عليه. تفضل. شرف شرف. من هون قسم الذاتيه من انشط الاقسام عندي وانا مصر على ذلك. شرف شرف. حريشون هدول احيانا بيتشارطوا على شي شغله، من اكله فول لاكله فول، يظهر واحد منهم خسران الشرط فراحوا ياكلوا. ما في مشكله، منفوت على مكتب غيره بينما يرجعوا. لك عم نروح على الديوان، الاستاذ نزار رئيس الديوان من اكثر الموظفين مواظبه، ما ممكن يغادر عمله. لما توفت امه العمر لكم رفض يطلع من مكتبه قبل ما ينتهي الدوام الرسمي. شرفه. تفضل. يا حبيبي شو تاني؟ استاذ نزار استاذ نزار. احيانا ولاسباب قاهره جدا بيروح. تفضل تفضل شرفه. قسم شؤون الموظفين من اكثر الاقسام تنظيما مثل عقارب الساعه. تفضل تفضل. الأستاذ ياسر رئيس القسم من أكثر الموظفين كفاءة وانضباطاً. لولا هالعادة. أنو عادة؟ بياخذ موظفينه مشان زيادة الطاقة الإنتاجية يلعبوا رياضة بالحديقة. هون 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 نص ساعة وبيرجعوا. تفضل تفضلوا. ما في مشكلة نرجع. قسم المشتريات بتحدى حدا يحط ملاحظة عليه. الأستاذ عبود رئيس القسم رجل حديدي بكل معنى الكلمة. أكيد رايحين جولة. تفضلوا على المالية. الأستاذ جواد بشارط عليه. الله يستر. جواد جواد. أستاذ عاصم ارجع بعد شوي، بنكون كسرتنا عوستين. جواد خير؟ صاير له شيء؟ مو صاير له شيء. قوم. اجت الرقابة والتفتيش. قوم.
الشربان دوس على استاذ بدي كمل معوستي يخرب بيتهم على هالادويه ما بيعرفوا اللي عم يسعل ممكن يكون موظف او ورا التركسيون او جايتهم الرقابه والتفتيش سلامتك ممكن طلعنا سجلات انا بتجيني المصاري من هون بسلم الرواتب من هون مستحيل تلاقوا عندي اي مشكله الله يحسن اخرتنا لا ولو بيناتنا هلا شو بدكم بالحكي العزابي احسن من المتجوز قلي ليش سهيل ليش مثلا هلا انا وياك بنقدر نقعد هون 3 4 ساعات 5 ساعات ما بتفرق معنا اما الاستاذ سعيد ما بيقدر قلي ليش ليش لانه عنده مره واولاد